الحاجة عزيزة من قرية خلوة سنيرة محافظة الأجوبية كانت مصابة بالسكر وصحتها اتدهورت جدا وحصل لها غرغرينا في رجلها الشمال أدت إلى بتر جزء منها، احتاجت لطرف صناعي عشان تقدر تتحرك وتخرج بره البيت وتساعد عائلتها. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع جمعية رسالة قمنا بتركيب الطرف الصناعي ليها. تعالوا نشوفها ونطمن عليها. صباع مزرق ودينا الدكتور قطعنا صباعه، بعد ما اتقطع صباعي باسبوع لقيت ثلاث صوابع اللي في ريح الصباع الصغير ده على رجلي الشمال ازرق. راح الدكتور اللي عمل العمليه دي حولنا على معهد ناصر، راح دكتور خصوصي راح قال لهم دي مش هتنفع لما تقطع رجل الكف بتاعي بتاع رجلي الشمال. الدكتور طلب ان انا اعمل طرف اصطناعي، رحت البرنامج واحد من الناس راح ده ما اخذ عملني الطرف بتاع رجلي ده ورحت جايباه وجايب. بعد ما لبست الطرف بقيت اعرف امشي عليه، استند عليه وبمشي الحمد لله. بيلبسوه لي وبمشي عليه لما عاوزه كده بستند عليه وبستند عليه وبطل الحمد لله. الله يديكم الصحة، المرض ما يخش جسمكم أبدا، استر معكم ربنا.